على سلامتكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. نرحب بكم مره اخرى في وصفات جديده. اليوم راح نشارك معكم السفنج في مقله واحده. تعودنا نشوفوا هذاك السفنج اللي يجي في زوج مقلات، اليوم توحشت وحبيت نشارك معكم السفنج تاع زمان اللي يجي خفيف من الداخل وعنده سر في القرمشه اللي تجي من برا. ان شاء الله الكيفيه تاع اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه للجميع. اول حاجه نديروها راح نربو الخميره اللي نبيتوها ليله كامله. كما تعرفوا الخفافجي او السفنجي او بائع السفنج والخفاف كي تبقى له العجينه يبيتها ليله كامله يخبيها، ومن بعد الغدوه من داك يدير بها سفنج واحد اخر باش تعطيه هذيك الحموضيه اللي جينا في السفنج تاع اللي يتباع في المحلات. الوغ جبت الغيسيبيون تاعي، حطيت فيه ملعقه صغيره تاع خماره او خميره الخبز، ملعقه صغيره تاع السكر، ملعقه كبيره تاع الخل، حطيت ربع كاس تاع الماء دافي وزوج ملاعق كبار تاع الفرينه. خلطهم هكذا بالفرشيطه ولا بالفوي، من بعد نغطي هذه العجينه ونخليها تبات ليله كامله، ومن بعد نكملوا المراحل الاخرى. حبيت هنا نوريكم العجينة اللي كنت وجدتها، شوفوا هنا كيفاش تكون. بعد ربع سوايع هكذاك جبتها عاود حركتها باش تشوفوا القوام كيفاش تطلع فوالا وتخمر. عاود تغطيتها وخليتها كيما قلت لكم تبات ليلة كاملة. وهذه هي الخميرة اللي نتحصلوا عليها كيما راكم تشاهدوا. الوغ جبت الجفنة ولا غيسيبيون يكون عريض كيما هذا، حطيت فيه رطل تاع الفارينة او 500 غرام فارينة، حطيت ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، شوية تاع السكر تقريبا ملعقة صغيرة تاع السكر، ودرت شوية تاع الملح كيف كيف ملعقة صغيرة تاع الملح، وخلطتهم شوية، خلطت هاد النواشف. من بعد ندير حفرة في الوسط ونحط هذيك الخميرة اللي كنت بيتها ليلة كاملة. نزيد لها الماء دافي ونبدا نلم في العجينه تاعي حتى نشوفها تتلاصق في اليد. هذه هي العجينه اللي نتحصلوا عليها كما راكم تلاحظوا. نضربوها هكا زوج دقائق ولا ثلاثه حتى نشوفوها في يدينا ولت إلاستيكي او مطاطيه. فوالا راكم تشوفوا العجينه كيفاش تولي. في هذه المرحله راح نلمها نغطيها بالبلاستيك الغذائي، وقبل هذا راح نرشها بشويه تاع الماء يعني نمسحها بالماء من الفوق، من بعد نغطيها بالبلاستيك نزيد لها ان تورشون ونخليها حتى يضاعف الحجم تاعها وتخمر تقريبا 20 دقيقة حتى النصف ساعة. وبعد ما يتضاعف الحجم تاعها وتخمر نعاود نكسر لها الخمور او نعاود نهبطها ونضربها زوج دقائق هكذاك. نعاود كيف كيف نغطيها بالبلاستيك او ندهنها بالماء ونغطيها بالبلاستيك، نخليها يتضاعف الحجم تاعها ونعاود كيف كيف نكسر لها الخمور، معناتها ندير زوج مرات هاد العملية. اونتو راح تخمر العجينة تاعي تقريبا واحد الساعة. وكل ما تضربوا العجينة تاعكم راحين تلاحظوا انها ولت كتلة واحدة، ما توليش تلصق بزاف في الغيسيبيون او في الجفنة، ودايما غطسوا يديكم في الماء كي تشوفوها تلصقت مع العجينة غطسوها في الماء، ومن بعد عاودوا زيدوا كملوا ضربوا. كل ما تضربوا السفنج تاعكم راح يجيكم خفيف وما يجيكمش مكدس من الداخل. قبل ما نبدا في تشكيل السفنج حبيت نوريكم فقط الكميه تاع الزيت، ما تكونش بزاف باش هكذاك ما يشرب لكمش الزيت من الداخل، ديروا غير كميه قليله قيس كاس هكذاك في المقله.
وخلوه يسخن على نار هادئه لو طون اللي رايحين نوجدوا او نشكلوا السفنج. هنا السر في القرمشه اللي تجي من فوق في السفنج هي الماء، ما تستعملوش الزيت، يعني ما تكوروش او ما تشكلوش الكويره تاع السفنج بالزيت، بل شكلوهم بالماء. جبت الكميه تاع الماء، فتحت العجينه تاعي، شوفوا العجينه اللي تحصلوا عليها كيفاش تكون، نعاود نهبطها ونشكل منها كويرات. من الاحسن تشكلوا كويرات يكونوا صغار لانه يتنفخ ويكبر لكم في المقله. وهذا هو الحجم تاع الكره كما راكم تشوفوا. نحطها مباشره في صينيه اللي كنت دهنتها بشويه تاع الزيت، وبعد ما شكلت الكرات نجيب هنا الماء كيف كيف، نغطس يديا هكذا، ومن بعد نحكم الكره ندير لها ثقب في الوسط ونبدأ نشكل في الحبة تاع السفنج بهذه الطريقة. نفتحها هكذا ومباشرة نديها للمقلة، نحط الحبة تاع السفنج ونرمي عليها الزيت اللي يكون سخون. من بعد ما نحط الحبة تاع السفنج نقص شوية للنار، نديرها متوسطة باش ما يحمرش من الفوق ويبقى لنا خضر من الداخل. نبقى نرمي هكذا بالملعقة حتى تتنفخ الحبة تاع السفنج، من بعد نشكل واحدة اخرى ونزيد نحطها باش تطيب معها. فوالا نعاود نشكل معكم واحدة باش تشوفوا كيفاش. نجيب الكرة نغطس يديا في الماء ونفتحها بهذا الشكل ونحطها مباشرة في المقلاة. نرمي عليها الكمية تاع الزيت سخونة باش تطلع لنا، وغير نشوفوه طاب من الجهة الأولى نعودو نقلبوه للجهة الثانية، نخلوه يتحمر مليح ومن بعد نقطروه ونحطوه في كسكاس. ونكمل أنا نطيب كامل الحبات تاع السفنج ونعود نوريه لكم في صحن التقديم. وهذا هو السفنج تاع زمان، يجي بزاف بزاف مقرمش ويجي خفيف كيما راكم تشوفوا من الداخل، من اروع ما يكون. الناس اللي تحب السفنج تاع بكري ما عليها غير تبع الخطوات اللي كنت درتها معكم الان وتحضروا في بيتها للعائله. هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم وتجربوها. نقول لكم ما تنساوناش بجيم بارطاج، والى اللقاء في وصفات اخرى باذن الله.